السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، السيد رئيس مجلس القضاء المحترم، السيد أمين بغداد المحترم، السيد مدير تسجيل عقاري المحترم، السيد قاضي محكمة الدور المحترم، السيد رئيس لجنة النزاهة الاتحادية المحترم. احنا سكنت منطقة الدور محل 28 زقاق 19 والأزقة المجاورة المتنزه، نناشدكم باسم الإنسانية وباسم المروءة العراقية بإيقاف عملية الاستحواذ واستملاك القطعة المرقمة 3147/2 مقابل مسجد شاهين الكويسي اللي هي بالأصل أرض حكومية مخصصة كمتنزه لحي منذ أكثر من 40 عام، وهذه الأشجار الشاهقة الموضحة بالفيديو دليل على ذلك، وهي تدار من قبل دائرة بلدية الدورة بصراحة من عام 2017 ولحد الآن بين فترة وفترة يقدمون مجموعة أشخاص يعني ويجلبون سند بأنهم أصحاب الأرض الأصليين وبأنهم قد اشتروا الأرض من جمعية المعتصم بمبلغ 2 مليار دينار. طبعا قبل هاي العملية سبقتها سرقة للمضخة مال مياه، يعني تمهيدا لتسحيرها وتمهيدا لبيعها. الحقيقة السند يتضمن 3 أشخاص، وحسب المعلومات المتوفرة بأن أحد الأشخاص بالسند هي موظفة تعمل بالطابو وهي زوجة أحد المسؤولين الرفيعين بدائرة التسجيل العقاري، وهي اللي حسب الكلام أنه هي اللي مهدت لهم لشراء القطعة، مع العلم بأن المتنزه هو المتنفس الوحيد للحي. وأكفد ملاحظة مهمة أنه تحت المتنزه شبكة مجاري صحية وبجانبها طبعا أنبوب كبير يمر، ومن الصعب البناء عليها دور سكنية أو أسواق. لذا ندعوكم مرة أخرى أن توقفون عملية الاستحواذ، لأنه حسب ما أبلغنا أحد المشترين بأنه يعني راح يزيل كل الأشجار يوم 15/10/2020. ولكم منا جزيل الشكر والتقدير والاحترام.